الإجراءات اللي تمت بالفلسفة دي، بالاتجاه اللي بتتخذه الدولة لتشجيع الاستثمار، الآثار والانعكاسات المباشرة على مناخ الاستثمار في مصر؟ بالتأكيد طبعا الدولة المصرية الفترة الأخيرة بدأت في عملية تحقيق التوازن بين فرض الضريبة وبين تحفيز الاستثمار بشكل كبير جدا، لأن هناك رؤية لتوطين العديد من الصناعات المختلفة، لأن الاقتصاد المصري بيتميز بفكرة التنوع، ودي فكرة مهمة جدا بتختلف عن الاقتصاديات في العالم. ففكرة أن أنا أعمل توازن بين فرض الضريبة من خلال تقديم الحوافز التشجيعية، وهي دي اللي مهمة جدا. يعني احنا الفترة اللي جاية عندنا رؤية مهمة جدا لتوسيع للاستثمارات خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانا بشوف ان الشركات الصغيرة والمتوسطة هي احد اهم ركائز دعم عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي انعكاسها بشكل كبير جدا على تحسن النمو الاقتصادي. ففكرة ان انا بعمل توازن بين فرض الضريبة، لان انا مش عايز ان انا افضل مستمر بشكل كبير جدا في فرض الضرائب. فكرة الاستمرارية او تبني سياسة فرض الضريبة من خلال السياسة النقدية ده تؤدي الى هروب الاستثمارات، ولكن مصر بدأت تعمل عملية التوازن بقى، وده أنا بشوفه من أهم الآليات لتوسيع الاستثمارات في الشركات الصغيرة. فكرة الإعفاءات الضريبية دي مهمة جدا، يعني احنا الفترة اللي جاية أعتقد هيكون هناك رؤية مهمة جدا لتقديم إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة حتى يكون هناك توسيع للاستثمارات، وده أعتقد هتكون من 3 إلى 5 إلى 7 سنوات بشكل شرايح، وده اللي احنا محتاجينه علشان أبدأ أوسع الاستثمارات ويكون عندي زيادة في القدرة الانتاجية، لأن أنا بشوف أن احنا لا بديل عن زيادة القدرة الانتاجية، ومن ثم تحسن المنتج المحلي، وبالتالي زيادة حجم الصادرات اللي هو هدف من أهداف الدولة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. فأعتقد فكرة تقديم حوافز جديدة للشركات الصغيرة ده جزء مهم جدا. الدولة كمان يعني هي محتاجة ان هي تزود الإيرادات، ولكن مع زيادة الإيرادات من خلال الضريبة لازم يكون في عملية متوازنة بشكل جيد جدا عشان نقدر نوسع الاستثمار ونخرج فيه من الأزمات. احنا بنشوف التوترات والاختلالات اللي بتشهدها المنطقة بشكل كبير جدا، فبالتالي انا عايز عندي يكون في استقرار للاستثمارات بشكل كبير. مش عايز ان انا النهاردة اجي من ضمن العوامل الأساسية في جذب الاستثمارات سواء المحلية او الأجنبية هو الحوافز الضريبية. لازم يكون عندي حوافز ضريبية مهمة جدا. تكاليف الاقتراض جزء مهم جدا من الإصلاحات بشكل كامل. اعتقد كل تلك الأدوات هيكون لها دور مهم جدا الفترة القادمة لتحسين صورة مصر كوجهة استثمارية جيدة. واحنا بنشوف النهاردة الدولة المصرية بدأت عملية ترويج وتسويق جيد للاقتصاد المصري. بنشوف النهاردة زيارة رئيس الوزراء للصين، وده رؤية مهمة جدا. طيب النهاردة انا علشان اجيب شركات صينية في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانا لازم اقول لهم والله انا عندي حوافز ضريبية مهمة جدا، عندي إعفاءات لفترة طويلة، وده طبعا هتشجع المستثمرين، عندي مبادرات لدعم قطاع صناعة السيارات، وده يعني صناعة مهمة جدا، ريادة الأعمال والابتكار، وده احنا محتاجينه في الشركات الصغيرة، ده هنشجع الشباب. كل تلك الآليات أنا بشوفها مهمة جدا ولازم تطبق الفترة اللي جاية عشان نقدر نخرج من نفق الأزمات الحالية بالاعتماد على المنتج المحلي بشكل متميز، ونقدر يكون مصر لديها منتج تغزو الأسواق، وده لن يكون هناك منتج إلا من خلال إصلاحات ضريبية حقيقية في الداخل.